الأيام دي أجواء شتوية قارصة الحقيقة، كلنا حاسين بالبرد. إن شاء الله الأيام الجاية الجو يتحسن شوية أكتر. وإحنا النهاردة كمان سؤال حلقتنا عن المطر، عايزينكم تحكوا لنا مواقف حصلت لكم في المطر، أو موقف يعني ما تقدروش تنسوه سواء وانتوا صغيرين أو وانتوا كبار. شاذ، لي عندك مواقف مع المطر؟ عندي مواقف كتيرة قوي مع المطر، بس هو فين المطر دلوقتي؟ تيجي بس المطر وانا استرجع المواقف بتاعت زمان. كمان عايز مع البرد ده مطر؟ حد هيدفي الدنيا. هو كده كده خلاص الجو ساقع، فهنتحمل الساقع بقى بشويه مطره جميله كده. اجواء بقى المطر مختلفه، ليها اجواء مختلفه. فيروز والقهوه والبلكونه. مفيش قهوه، مفيش بلكونه دلوقتي، ممكن يبقى في قهوه بس جوه تحت البطانيه. يعني ويا دوب تشربها بسرعه عشان هتسقع على طول. ده حقيقي طبعا. وانا صغير زي اي حد يعني، رايح دروس بقى وجاي من دروس وكده، واحنا بقى طبعا في اقاليم بقى وارياف وكده، والمطره لما بتنزل بتعمل شويه طينه محترمه يعني. نزلت على وشي بالكتب، بالكتب بتاعت الدرس. ورحت الدرس؟ لا ده وانا راجع. ده المهم، ده وانا راجع. لو رجعت والدتك هتقولك روح الدرس. هو انا كان نفسي، انا كان نفسي يحصل لي وانا رايح فاقوم ارجع وبتاع فما اروحش. لا ده كان وانا راجع. وانا كبير في اسكندريه رحت نوى بقى، حضرت نوى هناك يمكن من سنتين كده. وكنت ماشي على الكورنيش زي الصور اللي بنشوفها والفيديوهات اللي بنشوفها كده، فالموجه طلعت جابتني من فوق لتحت. طبعا كانت نوى والمطره كانت فميه من فوق لتحت يعني، اتغرقت. بس كنت مبسوط لان انا اصلا بحب الشتاء، بس مش الشتاء ده. كنت مبسوط لما اتغرقت كده؟ جدا، بس انا مش بحب الشتاء ده اللي احنا فيه ده، مش ده اللي انا بحبه. مش الناس اطرافها بتتجمد، احنا بنتجمد فعلا. المطره فين؟ فين المطر الجميلة؟ أجواء المطر دي اللي هو نقف وندعي تحت المطر بكل حاجة نفسنا فيها. المطر الخفيفة الحلوة دي. إنما ما نتغرقش من فوق لتحت، صعبة دي. مستنيينكم تحكوا لنا عن مواقفكم مع المطر. ده سؤال حلقتنا، هتلاقوه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والانستجرام الخاصة ببرنامج صباح الخير يا مصر، ونصبح عليكم جميعا.